1 2 3 هوب يلا نفرح يلا ننط. احنا غالبا بنستهدف المناطق المهمشه اللي الاطفال فيها محتاجين فعلا دعم نفسي، بنقدم خدماتنا في الشوارع للاطفال، الاطفال مبسوطين عليها الحمد لله رب العالمين، بطلبوها منا بشكل يومي. احنا مش بصراحه يعني احنا مش ملاحقين يعني على ال الاحتفالات اللي احنا بنقدمها. على الشمال وعلى اليمين كله يلعب كله ينط، 1 2 3 هوب يلا نفرح يلا ننط، 1 2 3 هوب يلا نفرح يلا. احنا انبسطنا كتير ومش دايما بنلعب هدول الالعاب، فيش اماكن كتير زي هيك العاب، ان شاء الله دايما بتيجوا هنا عشان ننبسط زي هيك. لا 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 جو لا جو لا. اللي عمله عمو فراس انه يقعد على الجوال كتير، صح ولا غلط؟ غلط. بنصحك نصيحه ما تقعدش على الجوال كتير. انا بقول لكم اسف وبديش اقعد على الجوال. يعني بدكش تقعد على الجوال وانك تقعد؟ خلاص بدنا ننام بدري عشان اصحى بدري. يا سلام زقفوني زقفوني. كل الفقرات والمسابقات اللي احنا بنقوم فيها هي عباره عن فقرات طبعا هادفه للاطفال، توعويه، تفريغ نفسي، سكتشات مسرحيه هادفه، شغلات يعني الاطفال نفسهم بيصير عندهم تفريغ نفسي تلقائيا من مشاركتهم معنا، والحمد لله رب العالمين ونحن قادرين نوصل رسالتنا للاطفال بهذا الشكل. يلا يا عمو طبعا. يلا 1 2 3. انبسطنا كتير وفي تعليم وتسلية، وهي بتغير معنوياتنا عشان كان في السنة اللي قبل حروب، هذه الشغلات بتسلينا. عشان انت بتلعبش رياضة صح؟